محمد سالم علم الإمارات. سبحان الله دولة الإمارات العربية المتحدة أسسها مؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نفس علم دولة الكويت يعني قريب منه. الوالد كان يحبها، والسيد يوسف هاشم بن سعد رفع زينب شيخ الطريقه رفع الصوفيه، كل ما ودي المطار حق الامارات وحق جده رسول الله سيدنا الشفيع طبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم من الاول قام استانس يحب الامارات. وكان هو لما وزير بالدوله بالستينات ودي لهم كتب. شو انت زرتها سيدي الامارات؟ اي والله زرت. علمها نفس الكويت سبحان الله، نفس الالوان بس اختلاف ترتيب. اي والله. شنو تقول عمي في ذكرى استقلال دولة الكويت وتحرير دولة الكويت من عدوان الصدامي العم جاسم السالم؟ الله يديمها ويديم عزها ويديم امراها وشيوخها. امين. واحنا كلنا بصحه وبسلامه. امين امين. كل عام الصبح. امين. واللي ماتوا عمي يعني ان شاء الله الله يغفر لهم. ظالم ومظلوم. يعني ربع صديم فيهم ناس يعني القاهم في التهلكه هو. واللي راحوا امين امين يا رب يا رب. والمعوقين والعالم مفقودين للحين من الاسره يقولون فوق ال 350 في ساعه طائشه من رجل طائش غفر الله لهم. شكرا عمي، والله يرحم بنتك الحاجه هبه جاسم السالم. احنا نسيبنا ابو كابتن سامي السالم زوج اخت له سيد يوسف يرحم ولده محمد سامي السالم. حياك الله عمي، مشكور على الزياره. اي والله هي قبرها يوم قبر الوالد الله يرحمهم. هذا يوم مشهود 27 2 26 2 2023 6 شعبان 1444 الاحد. اي والله سبحان الله يا رب يا رب. يقولون السبت كويتين سبنبوت، والاحد عنكبوت، والاثنين بابين، والثلاثه مناره، والاربعه بشاره، والخميس نذبح ابليس، والجمعه عيدنا وعيد الرسول. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وذاته وصفاته جميع الانبياء كما صلت عليه الملائكه. ها سيدي ابو علاء الزمر ادعي لنا سيدي. فاتحه يا رب يا رب. انت يوم التحرير وين كنت؟ ابو علاء شيخ الله كان اسير النوم اسير السرير. اي والله لا بعدين الناس انطلقت انقشع الغيمه. الحمد لله اسجدوا لله واشكروا. انا الحين بسجد على نعمه تحرير دوله الكويت الدوله الفتيه الحمد لله. ووفق منا الشيخ نواف احمد والشيخ شان احمد ولي عهده ورئيس وزراء الشيخ نواف احمد اسمه السمى احمد عبيد السعدون. وناس تعيش وناس تموت وباقي الدنيا ان شاء الله الى يوم القيامه الساعه. الساعه يوم القيامه قريب شيخ المنوفيه اقتربت الساعه وانشق القمر. قمر يا يعني انا توقعي يمارون في الساعه والله انا توقعي باقي الاف السنين والله اعلم.